قررت الرعية السريانية في عمان بمنح أبنائها المناولة الأولى، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران غريغوريوس بطرس ملكي بمعاونة عدد من الآباء الكهنة. إلى المزيد. ترأس المطران غريغوريوس بطرس ملكي النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في الأراضي المقدسة القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل للاتين بمنطقة الهاشمي بعمان لقبول مجموعة من أطفال الرعية لسر المناولة الأولى بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن وبمعاونة الأب زهير كيكي كاهن الرعية وعدد من الآباء والشمامسة وبمشاركة ذوي المتناولين وأبناء الرعية. وبعد أن قدم عدد من الأطفال القراءات وتليت على مسامع الحاضرين كلمات الكتاب المقدس ألقى سيادته العظة التي استهلها بالتعبير عن فرحة هذه المناسبة مشيرا بأن هذا الاحتفال الذي قبل فيه هؤلاء الأطفال جسد ودم السيد المسيح موضحا لهم مدى التضحية التي قدمها لنا الرب من أجل خلاصنا. إذن يا أحبائي بهذه الفرحة الكبيرة اليوم كنت عم تستقبلوا يسوع المسيح راح تقولوا له كمان يا ربنا انت جيت حتى تعطينا السلام حتى يكون كل الناس يعيشوا بمحبة بسلام نطلب منك كمان ترجع السلام لبلادنا ترجع السلام للعراق ترجع السلام لسوريا ترجع السلام حتى للأرض المقدسة ترجع السلام للعالم كله وتخلي الناس تحب بعضها شيل هالكراهية الموجودة بالقلوب خلينا جميعا نعيش كأولاد وبنات لإلك والكل يفهموا بأنه أنت الإله الواحد الخالق الكل ولما جيت على الأرض ما جيت كرمال فئة واحدة أو طائفة واحدة جيت كرمال كل الناس. ووسط التراتيل التي رنمت باللغة السريانية تقدم 26 طفلاً مرتدين ثيابهم البيضاء ليتناولوا الإفخارستية المقدسة. وبعد القداس تبادلوا مع سيادته وأهليهم الصور التذكارية.